أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. استلاح الكتاب رغبة في الاختصار المألوف. اكتفيت من الروايات المكررة بأجمعها للأحكام، كما اكتفيت من السند براوي الحديث في أوله ومخرجه في آخره. ودرس بديني لها أن أكبرنا إن علمي حديث كنبي عليه الصلاة والسلام قرأهان كتاب فيها التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. درس كان مكة وحونا قنايا درس بسدحات وأنا درس بيهودا بخطبة أما مقدمة كتاب مؤلف رحمه الله بعدما وصوت المامي علم الحديث ك أهمية ديسة وصوت المامي هي إنه أصل إلى هاي كبيري جعلك علم الحديث ك أرنت أنا مركا إن يكون بارتي إنه قرأ كتاب كان لي له بنتاج كل كوه الربع كان إنه توس أو قبل قاله كتاب كتاج ك إصلاحات كيسة إنه قبل قاله نظامك وكتابك كسعى عناية وحير إصطلاح الكتاب. هذا كان إصطلاح الكتاب كتابك إصطلاح سواي إصطلاح وحال هذا اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بالير هذا اتفاق طائفة جماعة إن إسوافقا مخصوصة أو لخصصي جماعة قارة مثلا ونحاة ونحولي أما وفقه أما ومحدثين أما ومفسرين معناها جماعة قارة إسوافقدو أو إسوافقا على أمر مخصوص أرن قارة إسوافقا كاسا وحالي رادا اصطلاح اصطلاح مركة أو معنى سيدة الله مركة كارنة مركة الله استعمال شخصي نظام وسمي صناعي حدثا مركة واصطلاح وقاها مؤلفك أو مري كتابك سانتاجك أو مري مركا إصلاحها أسيقا أقارك أهل الكتاب كقص عندهم أيورا وهل كان إنو كجهد له وحير رغبة لأجل رغبة جعل درادي في الاختصار نه أن جعله صغاب اختصارك المألوف أو لبرتي اكتفيت وحنكوك أفتومي من الروايات روايتها حق وحنكوك أفتومي روايات المكررة لسوع العليي بأجمعها روايات من دعوكل من تبضن أينكوك أفتومي للأحكام أحكام تلهان تيدن وقوكل من تبضن إيه وحيري جرين إيو جعال مادادا رغبادا هدي الوجود بيو في جعال بالغا معناها إيا هل كمركي عن الوجود بيو نعاب لغا معناها إيا هدي لبادا مدبو عن الوجود بينين وحابنان إن جعال لغو معناها إيا نعاب إن لغو معناها إيا لغادا واحتمالي معناها وترغبون أن تنكحوهن أو كلا
وترغبون واحد شعلاني سان أن تنكحوهن في أن تنكحوهن في بالقدرة أما عن أن تنكحوهن واحد نعي سان عن أن تنكحوهن إن أبنك حسطان ساسوك له تنمرك هذا في بالقود بيه مرك أما فعل هنقطة أما فعل سان غنين ما دلا مر هذه في الوجود بيه شعل بالغ معناه مرك هذا واحد شعلان جعل أنيق أن جعلهاي صغاوين أو مألوف أو لا برتاي أو علماء إني وح صغاويان أي برتين طلاب تنسداس أي علماء كبرتين اختصار كاس أو مألوف كأه أو لا برتاي جعل أنيق أن جعلهاي درادي باوحن كوكافتومي ربايضها أو لسوع العليي ربايضة وقل من تبضن أحكامته أيان كوكاف طومي معناها كتاب قصيدة ورغل وصول شغيب وحال غصو قابين آياء أمال غصو قادنا آياء حديث تيسا الأصول الخمسة مثلا بخاري وكلمك لصو قبطه وحال غيابا هل حديث إنه الصوم النقضه إلى لباطن مر إنه صام النقض مالك كل الدوان إنه كوي مال السجوا روايات كيسة أي ككل قد سينه روايات كمرك قارقود وحاكوج إريات ديرات قارقود إريات أسوي كما قيهن قارقود عبارة ضد مرك لا فيريه قارك كله وكعبارة بدلينهن كل الدبنا شهس مرك ereyga dheeraadka waxaa laga qaadanayaa xugun gaar ah macna gaar ah cibaarooyinka kala gedisan macaaniiba tusinayaan oo dheerada idan marka intuu indhaha marsiyo 20 ka riwaayo oo ku soo naqnaqdeen intuu indhaha marsiyo riwaayada ugu ahkaamta badan oo ahkaamta faraha badan laga qaadanayo ayuu la soo baxayaa hashaas riwaayo marka taajka ku qoraya تاسونا كوكافتو معايا مركلا نسو علينا اي حديث كاس بل ايك شغا سهلا ما وشغا عرس كتاب كرما حديث كا ميلها وكويم ان انها لمرسيو روايات كيسكا كالاقا ديسان روايات دا اغو علم كبادان اغو حكم كبادان ان لا لصو بقو سيدا سان سمين كيف ندب امسو علينا اي ما رغبة جعل درادي في الاختصارنا ان جعلها يقابن اختصار كو المألوف اي لبرتي اكتفيت وان كافتومي وان يعني اكتفيت اني وان كافتومي من الروايات روايتها حقوت روايات كو المكررة لسوع العلي او اصول الخمسة لحدي لسوع العلي باجمعها روايات مدى اغوكل من تبضن بان كو كافتومي للأحكام ان اغوكل من تبضن محاق كافتومتي رغبة في الاختصار المألوف جرين أما جعل أنيقا أن جعله اختصار كمألوف كأدرتي بان سيدا أغوك أفتومي كما اكتفيت سيدا أنيقا أغوك أفتومي من السند سند كحقي وأن أغوك أفتومي براب الحديث حديث كرابي سنة أن أغوك أفتومي في أوله حديث كأول كيسا لحدينة أن أغوك أفتومي ومخرجه حديث كمدك صار صارين أن كافتومي في آخره حديث كآخر كي صدحلين أن أبو كافتومي سيدة السلامة حديث كالسنة كيسة وحن كافتومي يويري رابق حديث كورينا سنة حديث كبلويسي سحابيك ورينا سحابيك أيو أجيدا سحابيك أيان كوكاف طومي ونبيك كسو مقلي عليه الصلاة والسلام كما صور بالله يا سنة كبيرا حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان سنة كبيرا سنة كاس ونسك جاري سحابيك أمبر كسو بالله ونبيك كسو قاضي عليه الصلاة والسلام انت اسمح عن كربا اختصار لكن الأصول الخمسة أحاديث وحيكو ورنايا سندي كو ورنايا حديث كآخر كي زنا وحنكو كافتومي مخرج كأي حديث كصوصاري
أو كتاب في سقوص صاري بقاري باصوص صاري مسلم باصوص صاري أبو داود باصوص صاري ترمذي باصوص صاري ساسو كلام ده يا حديث كآخر في السنة سيدا مركز سنة ك راب الحديث كأن أوجوك أفطامي أول آخر كان مخرج كأن أوجوك أفطامي أوكله بالروايات كمكررة أهنة وحنكك كافطامي رواية دا أوجو كل من تبدن أحكامته رواية دا سانكو كافطامي لبدي هذا البومرك إسبر برديعي كما اكتفيت سيدا أوك أفطامي أوكله بان روايات كمكررة أمد أحكامته أوجو كل من تبدن أن أوجو كافطامي من السند لسند كحقينا أن أوجك أفطامي براب الحديث حديث كرابي قصة في أوله حديث كأول قصة لحدينا أن أوجك أفطامي عن أبي هريرة عن عائشة بلوج حديث قصاص وقبل الله ويا بس ما أركيسا ومخرجه حديث كمد قصاص رينا أن أوجك أفطامي في آخره حديث كآخر قصة لحدينا أن أوجك أفطامي حديث كآخر قصة كي صار صاري بان كوكا أفطامي هبل بان صار صاري بان أرانا أيام تصار صوان انت صوحان صدا أوي إلي رغبة في الاختصار المألوف واي جعل أنيقا أن جعل هاي صغابين تي لبرتي جعل أن جعل هاي بان صدا أوي إلي وقصدا قضب كلاوان ولأجل قصد قصد درادي للإفادة أن أقصد يفائدين بأحسن أسلوب قاب كان أبو وناقة بضن أن كفا إليه فإلين تاس قصد أن أقصد يا درادة التزمت وحن لازم سدي في النقل السجور انت تحدي وحن لازم سدي ما أيان لازم سدي يقع اختياري دور الشديد أي دعس عليه ما قدشي أي قد عيس من لفظ البخاري أو مسلم حال أهل مال فيما كي دحدي اشتركا أي وداغين بخاري أي مسلم فيه ما دحدي أي وداغين ولو مع غيرهما بخاري أي مسلم غير كوذا معي بها أهل صدق لها دنو أولي قصة أن أقصد أيه إن أمد أفائد أيه أسلوب يعني قاب كان أبو ناكسن إن أمد أبو فائده قصد أن أقصد يا درادي وحن لازم سدي مركان أحاديث الصون نقلنا أيو الفاد أن كتابك كقرى أيو إن نقلان الفاد بقارك إيو مسلمك هذه حديث كاس بقارك إيو مسلمك بأي وريين ولو غير كولا معي بهوريا أبي داود في ترمذي إيه النسائي أوكله مع رب هورياني وحن صوقا دنايا لفظك بقارك أما لفظك مسلم كان صوقا دنايا حديث كان مثلا رق بضنبا بحيان وكتب طورقص وصارين بقاري باب بحيي مسلم باب بحيي أبي داود ترمذي نسائي رقا صوقا نوي بحيان ما دام بخاري يا مسلم كأيجا صفك هرائي كجيران وحن سمينا يا الفاد بخاري أما الفاد مسلم كأما صوت على أيام واكو وقصدا قصد درادي للإفادة أن أقصد يفائدين بأحسن أسلوب قاب كان أبو وناقة بذنة أن كفائدين التزمت وحن لازم سليف النقل سجورين تدحدي ما أيان لازم سدي يقع اختياري دور الشديد أي دعس عليه ما غير كل دعس من لفظ البخاري أو مسلم حال وهذا المال لفظ البخاري حتى انكهله لفظ البخاري عن صون نقلنا يا هدي لفظ مسلم كأن كهلنا لفظ مسلم كان صون نقلنا يا فيما كي دحدي ها أيان كل لازم سدي وا التزمت في النقل ما بان لازم سدي فيما كي دحدي ان كل لازم سدي اشتركا بخاري مسلم فيه ما جاء اي وداغي ولو مع غيره ما بحوى داغا بخاري مسلم غير قرامي حديث كو بخاري كان وصو صاري مسلم كان وصو صاري لبدوده او كليا اي صو صارين اما
labadooda iyo geerkiiba ay soo saareen lafdiga buqaariga iyo lafdiga muslimka kii aniga aan ka helo umbaan soo guurinayaa buuri marka mararka qaarna lafdiga buqaarigu ka helayaa mararka qaarna lafdiga muslimku ka helayaa midka asiga uu ka helay buu marka soo naqlinayaa waako فإن اشترك البخاري بخاري مسلم هذه إسلوريان حديثك واكا هذه هي سن إسلورين لبضا فإن اشترك البخاري بخاري هذو لو ذاك سلو مع غير مسلم مسلم غير كي سمعي نقلت وحنسو قورينا يا لفظ البخاري بخاري لفظي سنسو قورينا يا بوير حديث كان وحنسو صاري بخاري iyo geerkiis geerkaasne muslim ma ah midalan bukhariga uu soo saaray abi daawud kana uu soo saaray bukhariga wariyay abu daawudna uu wariyay aniga marka lafdiga abi daawud ma soo naqlinaya lafdiga bukhariga aan soo naqlinaya markaas bukhari muslim haday walaagsadaan waa ka hadl bukhariga ma laazim sanin inuu soo naqlinaya midku ka helo labada lafdi inuu soo naqlinaya markaas laakiin bukhariga iyo مسلم كغير كي هدي وذاك سدان وحو لازم سنايا لفظك بخاري إن صون نقلنا يومبو لازم سنايا فإن اشترك البخاري مع غير مسلم هدو لو ذاك سدو نقلت لفظ البخاري أي إن صون نقلنا يا وإن اشترك مسلم مسلم مع غير البخاري هدو وذاك سدان نقلت لفظ مسلم بان صون نقلنا يا حديث كمسلم بان صون صاري iyo geerki muslim ba soo saaray iyo abi daawud ama muslim iyo nasa'i ba soo saare lafdiga muslim kan aniga soo naqlinaya waako wa in kaana al hadith hadith ka hadu ahadi marwiyan mid la wariyay istilaha kitabku uu ku socdo sheekh qubaraya wa in kaana al hadith hadith ka hadu ahadi marwiyan mid la wariyay marwigo li ashaabi sunan usugnaad نقلت وحن سو غورينايا لفظ ابي داوود ابي داوود كلفظي سان سو غورينايا حديث كهدي او اصحاب السنن اي وريين ها اصحاب السنن هدي اي حديث كوريين وحويان ابو داوود ك ترمذيغا نسائيغا كو هدي حديث كوريين وحن سو نقلينايا ابي داوود كلفظي سان سو نقلينايا حيل أبي داود كان أبو هريرة حاجة مرتبة سنن كما كيلا فيريا ولبا السجع أنا أبو فقه بدن ما كيلا فيريا إذا مركا سنن ك مرتبة كواد بو كجيرة أبي داود لفرج أبي داود بن سون نقلنا يا صحيحين كواكس واحد لي مقتاي أصحاب السنن حديث كهدي وريء وأبي داود يترمذي إيو النسائي ابن ماجه نوال قدرة لكن السجع ابن ماجه ما اعتماده يسدن هرو صار شجني إذا مرك حديثك هذا نوع يهين لفظك أبي داود بن صون نقلنا يا وإن نقلت هدي أن سوري أو أي تعظ غيره غير لفظ أبي داود دوا ضميرك مرجع وإن نقلت هدي أن سوري غيره غير لفظ أبي داود بينته غير كاسوان عدينا يا بونا حديثك هدي مثلا أصحاب السنن أي صار صارين أبو داود باوريي ترمذي باوريي نسائي باوريي مثلاً با وحن سوق بوريي لفظي أبي داود لفظي عن أهم كي ترمذي أما كي نسائي بوكلي أنا بعدين أيوه أنا أعطاها يبا ترمذي يا وريي أما النسائي يا وريي أنا قابلتها أيوه مكاس يا وربما وحاب الله أركاب أصيغ أقول هاي فيري قلت إن عنده مركز رباه حديثك وحا وريي الترمذي ترمذي أيا وريي وصاحباه ما أركيسا ترمذي لبدي صاحبنا وي وريي حديثك أصحاب السنن هدي أي وريي مقرنا هاي لفظك أبي داود أن صون نقلنا يا صح لفظك أن صون نقلي كي أبي داود هدي أصنعهن وعدين وحندها معنا لفظيان لفظي الترمذي قواي يعني هذا لفظ الترمذي أما وهذا لفظ النسائي ساسو كلا نطهو وان عدينا وحان الله أركائنا نطهو
ترمذي بقى وريي إيا لبدي صاحب لبدا صاحب وامحي والنسائي إيا أبو داود كواه لكن مرة هذا ترمذي وريي بقى هذا نقوله ما حد فهم إيسا لفظي ماشا كقرن إنو يهي لفظي ترمذي إنو يهي لفظي ماشا كقرن لفظي ترمذي كواه نسائي أبو داود حديث كوي وريي صاصوه معه وإن غلط غيره بينته وربما وحال أركا قلت إن له رباه حديث كالترمذي أيا وريي وصاحبه لوذي صاحبنا وي وريين أو أه نسائي يا أبو داود كو وإن قلت هديئا له رباه حديث كالشيخان أيا وريين عنيت وحن أقصد يا البخاري ومسلما أيا أقصد يا شيخين مكان كلهم حديث كان لبدي الشيخ باوريين بغاري إيه مسلم بن أولي جيدا معناها بغاري إيه مسلم بن أولي جيدا واكو عنيت إيه أردت إيه قصدت إيه اسكو معنى الله ويقواسيا إريضاس وإن قلت هديئا له رباه حديث كالثلاثة السدح داوريين رباه الثلاثة حدان كلهم أردت وحن أضوني أشأن أولي جيدا أما أن أقصد الشيخين لبعض الشيخ إي وأبا داود دوا وغاري مسلم أبي داود وريم باكوا وإن قلت هدان له رباه حديث كالأربعة أفرتا ورسي قصدت وحن أقصد الثلاثة سيد أحد هذا لصور شيء شيخين كي أبي داود إي والترمذي ترمذي قصر الصمح ترمذي بان وجه داود وإن قلت هدي أنه رباه حديث كالخمسة شنت أيا ورسي عنيت وحن ألقص دا الأربعة أفر وأنا هذا صبر عنيت وأما حي شيخين كي يا أبا داود إيه ترمذي وا أفر تصنع جدا إيه والنسائي النسائي بن أجدا شنت قوى صوا وإن قلت هدي أنه رباه حديث كأصحاب السنن أيا وريين أصحاب السنن باوريين هدان دهانه قصدت وحن أقصد أبا داود والترمذي والنسائي وحن أقصد يا كلك اصطلاح كتاب الشيخ سوى عمرو كوشالي نظام كان نظام أن إهين هدو مرو ولو اختلف النظام نظام عن هذا كان حقي هديه خلافه بينته وأن عدينا يا بالنص ينكو عدينا يا عليه على الحديث ينكو عدينا مثلا حديث البخاري والترمذي أيا وريين وعدينا يا مرقس البخاري والترمذي وكلا كأن رباه البخاري والترمذي فأصرح بذكرهما البخاري والترمذي وريين أنها يا بوي البخاري والترمذي نظام كذا أنصار شيء كمجر النقطة نظام كان هذا أنصار شيء وح خلاف صن هدي أن سمينه أنا بعدينا يا أنا بعدينا يا أنت أسمرك سلاسان اوغه هرناي و هو انت نو راعيي مرك وكل موضوع موضوع والباء موضوع يدل تصنع موضوع على عمل عمل تصنع عمل كو مرتب او لرتب كالصلاه صلاه دي او كلاوا والحج حجك او كلاوا وضعت أحاديثه موضوع أحاديث تي سي أيان دجيي على وفق الترتيب ترتيب تسوى فقصاً أيان أدجيي الذي ترتيبك أو أمر به ترتيبك الشارع شرع دجيها أو أمريوا ماشان أد أفير موضوع والباء أو عمل لترتيبية الصناعة عمل كلترتيبية محوية عمل أو شريعة أيضا هذي ما يشخص هلغا بالله ما يشخص هلغا رميه قضبك هلغا المريه قضبك هلغا كجيه قضبك هلغا كجيه سيدة الصلاة دي وكالك سوقه عمل مرتب أهوار صلاة ميلي كبالله وطا ميلنا ويكون رماتا ما أركيسا حج كان سيدا صوت عليه ميرو كبل الأولاء ميرو وكل ما هذا أعمال في سيدا الله سمينا ويكره رأيا ما دام صلاة إيصام كعمل مرتب أيهين
موضوع والبا او سدا سو كلا او عمل مرتب تصينايو موضوع عاص احاديث تيسا وحان ادجيي ترتيبتا شارع او امري سي وافقسن مثلا مركي لغا هادلايو ويسقات كو كلا كسو قبو عمل مرتب اهوا او شارع او ترتيب اسمي وحو كبلابايا حديث كا هادلايو تسميته كو انت هذا هو يسقادن بسم الله ان عبد الله ويسد ما كان بلا ويسد الصنع كفنك يو لا دقه ما اركيسا وجهي يو لا دقه ما اركيسا غعمه يو لا دقه مدخ يو لا مسح لوه يو دب لو دغه ترتيب تاسا لغا مارما او ترتيب تاسا دي لا خلاف ويسد بما ان صحيح أحاديثنا نظام كاس أيو كوكينا يا مر أحاديثنا نظام كاس أيو كوكينا يا صلاة نصدا صوت كله وحيلاده هاي مر كهري شروط بيلاده هاي سنن أيلاده هاي شروط ذي بصور مرينا يا ما أركيسا إلى مر كا تكبيرة الإحرام إلى سلام نفسك لجعير صلاة أعماش ذوي كله ريا أعماش السنة يؤكل هرايا أحاديثنا السنة سوء كلام المرينة يا معنا بل عجائب تائك ونظام دقيق وعجيب شارع حقيقة أهان وإله سبحانه وتعالى مجاز أهان ونبق عليه الصلاة والسلام وشرع الدجيو كلك أيضا لقاهد لين مثلا أحاديث قصة وصم تكبيرة الإحرام أيضا لقاهد لين أحاديث سلام نفسك هذه سلقة هذه ماي سلام نفسك وعلقة هرية أو تكبيرة الإحرام باك هرية سئي وحياله سر رعاية كهرية إلى مرك سلام نفسك وكسر جار ترتيب تاس أي أحاديث تكون صوبة يا معنا طيب عمل والباء سم مرتب الله سمعنا أحاديث سنة ترتيب تا أي كوكا يعني معنا ونظام عجيبة وحيالها وجودك كل حي صاحب التاج أي كم تاي أنتها أيضا وكل موضوع موضوع والباء موضوع يدل تصنع موضوع على عمل تصنع عمل كوم مرتب للرتب كالصلاة والحج أو كلاواية عمل كمرتب كا وضعت أحاديثه موضوع أحاديث سيان دجي على وفق الترتيب ترتيب تا سوى فقسنبا نؤدجي الذي ترتيبك أو أمر به ترتيبك الشارع شرعي دجيها او امريوا واله سبحانه وتعالى حقيقه ومجازا ونبي عليه الصلاه والسلام هاي الى اله هو اسغا كترجمايا واما في غير ذلك كا غير في صدقه فقد كنت وحان هذه في الغالب سدا غالب كا اقدم ان هرمرنا يوما ان هرمرنا يرويه ما الكثير ضد بدن اي ورنايا أن هرمرنا على غيره ما صغير كيسان كهرمرنا حتى أختم الباب بابك إلى أن كختمه بالأحاديث أن كختمه أحاديثه الفردية كلنمو لونس بي إن كانت إن وجدت أحاديثتاس هدي له لو بل إنت أن أكدنا وأما في غير ذلك كا غير كيس معناها أعماش مرتبة ذا وحي أن أهم معاملات في يوم كله أو بيع إيوه وحي لها معاملاتك إيوه أعمال مرتبة معه أعمال مرتبة لا ترتيبية إيوه قضب له قضب ذا أن لك له هرمرين كرين معها بحساس عمل أهنا وحن سمينا إياه وحن صهر مرينا يا أحاديث صدتك بضن أي ورينا يا نان صهر مرينا يا مثلا حديث كان هدي أي خمسة دي صو صارين كان أبو داود ككلقي سأو صو صاري دي كان خمسة دي أي صو صارين من مضنان تسينا يا أسيقان هر مرينا يا وحديث كأو ضد بضن أي بحيين أي وريين كاسا هر مرينا يا غير كيسا كهر مرينا يا سيدا دتك ورينا اي اكل بدينيهن احاديث دا بان حدنا اكل هرمرينا اي الى مركا ان بابك كسو غبي غبيو
أحاديثة فردية ده أو بمعنى متكاد أورينايو بخاري كليجي سأورينايو أما مسلم ككليجي سأورينايو أما أبي داود كليجي أورينايو أما الترمذي ككليجي أورينايو هذه الله حلو أحاديث نوعا صار كله فردية أيها المركب بابك قصوا قتما يا مركب قارئ لو يا إسكسورو ذو مركب عمل كهدي أو شارع أوصلهن عمل كان si murattab ah loo sameeyay hadii uu san dhihin amalka nooca soo kale ahadiiska ku saabsan nidaamkaas aan u kala hormarinayo kolbo ahadiiska dadka ahadiista oo dad badan ay wariyeen maan mudnaanta siinaya aidan hormarinaya saas waa macna wa amma fi ghayri dhalika ay fi ghayri mawaadhi al a'mal al murattabati wa a'mashu murattabada ghayr keedi wa sida baa'a iyo ijaaradi iyo waxyaalaha caynta soo kala فقد كنت أريد وحان هذه في الغالب شراحة وكلها شراحة وكلها ممكن لقاها الله عمل مرتب ما وفك هذه مضح لقى شراحية هذه لقى شراحية ده مدول بحكم كذا إليه تن أيضا لكم من انتين لكم من لما لها كل كوي حساس عمل أهو عن ترتيب عن لهين فقد كنت أريد وحان هذه في الغالب سيدة غالب كالحدي أقدمه إنا نهرمرنا يوما إنا نهرمرنا يرويه ما جاء الكثير ضد بدن أي ورنا يا على غيره بان كهر مرنا يا وحديث كضد كورنا يا أي يريهين وحن كهر مرنا يا كان ضد كورنا يا أي بدين مد أي شنطة وريين هي مد أربعة لا أي وريين كان شنطة أي وريين بان هر مرنا يا كان أي أربعة لا وريين بان كل حجنا يا كان سدة أي وريين بان كل حجنا يا كان لبا أي وريين وجودن بنت مد هل أوكل يا أوري هذو جرو أسيعن باب كوك ختم يا صاصو كله حتى أختم الباب بابك إلى أن ختمه بالأحاديثنا أن قتمه أحاديث الفردية كلمة الله نسبي إن كانت إن وجدت أحاديث فردية هذه الله هلوا إسلام مركز سدى أن سمعنا يا هدنا إسكما سمعنا يا مراعيا حال أن يقو إلى علينا يا ها أيام سدى سمعنا يا تقديم الصحيح صحيح هرمرنتيس على غيره هنا أن كهر مرنا إلا ما ما هنا يختلي كنا يوما خلاف ذلك كخلاف في سكنا وذلك كتقديم منسوخ منسوخ أو لهر مريو كلاوع على ناسخه أو لهر مريو ومجمل مجمل أو لهر مريو كلاوع يعني مد معنيه سا لدو دويوا على مفسره مجمل كيف سيرين لغه هرمري واي ايه marka sida aan sameynayo ku yiri xadiiska dadka badan ay wariyeen marka aan hormarinayo geerki sa aan ka hormarinayo saas inaan isaga soconaayo ma wa hadana waxaan ilaalinaya saxiixa inaan hormariyo geerki sa ka hormariyo حديث ضد بدن أي ورينا يان وحدنه أن صحيح أهم باجيري كره كاس مركب مضنان تمصينا مت صحيح وضد بدن أي ورينا يان بان رادينا يا كاس مضنان تصينا ما أركيسا صحيح هرمرنتي سنوى إلى لنا على غيرهنا أن كهرمرنا وحسن كي إيو ضعيف كي صحيح أن كسي هرمرنا يا وضعي آد هو ناكسن واي وضعي نوعات اللهم وحي أرنتا خلاف كذا كينا يا معان ومرر كقار وحا إيمان يسو صحيحي اندب لوردي ومتك كلا حسن كوكا للسوهر مريع محاكينا يو مثلا متبا منسوخ مدنوى ناسخ مرر كيسا منسوخ إيا ناسخ دي أي كلمان وحال سوهر مرينا يا منسوخي ناسخي بادي بلودي منسوخي حتى أسيقها حيوك بدنا هذا حق درجة أهان منسوخي والسوهر مرينا سيلوي هذا الحديث كان ويلا قدن بي كان أكدن بي كان النسخي إلي ناسخة دن بي ناسخة دي بلودي يا مر سيدة ذا بصاص سواي وحتى مركو نبي كهد لاي عليه الصلاة والسلام زيارة القبور مركي هراء إنه ممنوعي مركي الدنبانة أوفى الصحي أسيقى وحد السهر مريء إنه مركي هراء ممنوعي حديث هراء وكنه إنه جريب عدي
عيري كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنا جا وحنا هامد إذن كرّب إن القبورها زيارتان حديث كمنسوق وصهر مرناية مركاسا وعيري فزوروها هذا زيارة عيري مركوا رخصوا يا قبورها هلا زيارة مركا أمر كاس قارنا وحيكو حمبارين أمر الصلاة إنه يحيي قارنا أمر واجب يبقو حمبارين فزوروها زيارة أمر كاس وح كدم بيقول نهي أمجره صاص درادة إذا مرك فزوروها وحين نسقي نهيجي كهريء وبين نسقيته مرك منسوقة له المرنايا ناسخي ولا قد بكينايا تاس واصلاس مجمل يوم مفسر هدي أي جيران مجمل كالسوه المرنايا مجمل كواحديث كمعنيه سا لدو دووي واي أو أباهن إن لفر فرو لف السراء أباهن مجمل كان سوه المرنايا مفسر كينه دبان أوليغايا أوكي و فإنهم من حسن الوضع بكمديا هيوا اصطلاح النوعاس اصطلاح هذا هو ناكسان واي كتابك مركا اصطلاح عينك صوتك لا يكسو عن دورا اصطلاح عينك صوتك لا يكتابك كسو عن دورا انت كدب كتابك أقسام تيسو ربائن وهدان النوش تقسيم الكتاب كتابك قيبين تيس هذا كان تقسيم الكتاب كتابك قيبين تيسوا كتابك قبيجي سبع أقسام تقول ككوين يهي بوكوش هكايا سياد أوغاها يستمرك كتابك السبير قود انت عن لطنح قلن با أقسام الكتاب كتابك أقسام تيسا أربعة أفر واي كو القسم قيب قسم هو الأول وآخر في الإيمان إيمان كدحدي أيوها والعلم علم كدحدي أيوها والعبادات عبادات كدحدي أيوها انت صار لغة حطلع يا قسم الكوار إيمان علم عبادات ماشي أسمرك نمبر بونو صاري وبيان كتبه كالآتي بوي قسم الكوري كتب تيسع عدين تورا سيد الصوص عطو كالاوايو كو وكب الاوايا كتاب الإسلام والإيمان هذا هو حقوق الجناية كتاب العلم وحقوق الجناية كتاب النية والإخلاص كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج وقدمت هذا القسم أيان هرمريي لأنه أصول الدين وأركانه واحد قسم كان وحن هرمري دين كأصوشي سئي تيرك سواي قسم كان كتاب كمرك قيبتي سهر وارتواكا القسم قيب قسمه الثاني لبعض في المعاملات معاملات كدحدي أيو أهال قسم قاس إيه والأحكام أحكام تدحدي أيو أهال إيه والعادات عادوين كدحدي أيو أهال قسم قلبات نوحوكها الله معاملات كأيو أحكام معاملات كمرك وحوي ينبيع إيه وحيالها الله متكأه بيع إيو إشارة إيو محن إرهداي مضاربة فإذا وذاق إيو وحيا لها معاملاتك إيو أحكامك قطع اللغة معاملاتك عادات كان وحويان وحيا لها وحعنست إيو وحعبست إيو مرح رشد إيو وحيا لها عادات واي ولقى هذا اللي دونا يجن رقم اثنين وبيان كتبه كالآتي أو كالوايو سيد الصوص عطو أو قسم غالبات كتب تيسي وحيكو إيمان دونا كتاب البيوع والزروع كتاب الفرائض والوصايا والعتق كتاب النكاح والطلاق كتاب الحدود والديات كتاب الإمامة والقضاء كتاب الإيمان والنذر كتاب السيد والذبائح كتاب الطعام والشراب عاداتك ويكون كتاب اللباس كتاب الطب نظامك سيكون إيمان دونا تؤتي سقسم قلبا القسم قيب قسم الله الثالث أسدها في الفضائل فضائش نحدي أيو أهاد إيه والتفسير تفسير كنحدي أيو أهاد إيه والجهاد جهاد كنحدي أيو أهاد قسم أسدحاد نوحى الله أهد لا يا فضائل فضائش محال قورا سيدا مثلا فضائل القرآن إيه فضائل الصحابة إيه وحيالها صالقا حضلا
ما أركيسا هي تفسير كا أو آيات بدن أو قرآن كآيات كيسا كم إذا الله في السير آية جهاد كا ها هي أحكام تسي ولا جهل لتوانا هي جن وبيان كتبه وبيان كتبه هكذا كتاب النبوة كتاب الفضائل كتاب فضائل القرآن كتاب التفسير كتاب الجهاد والغزوات قاب كسيكو إيمان آية القسم قاب قسم الرابع أفرادنا في الأخلاق أخلاق ذا نحذي أيو أهال إيا والسمعيات وحيالها مقل كلون سبي قسم أفرادنا أخلاق ذا إيا السمعيات أخلاق ذا ووناكسن سيدا إن رمت الله الشيغو ديق سنمدا عفسك سامحادا صبرك دلغاتك وحيالهاس أخلاق دا ووناكسا ورنتي أديان تسمابيك أو إذل أي صوب اللابين ويسو ودين ونبيك إن عليه الصلاة والسلام إنو تمستربا للاسو صاري اللي حديث باوحو أها بعثتو لأتمم مكارم الأخلاق و واللي سو صاري أنيغا أخلاق دا ووناكسن سي أن أدام استيرو طيب بلشو مركا هداي أخلاق دا أهاجاكتو بلشادا سوي هاجاكتي هداي أخلاق دو كفسادان بلشادا وي فسادي أخلاق دا مركا مهم جدا ويانو أخلاق دا بلوغا هدلا يا قسمك أفراد إي وحيالها سمعياتك سمعياتك أنا وحواي وحيالها مقل كلون سبييو شريعة نصوص تيري لغا مقلايو وآياتها قرآنك iyo ahadiithta laga maqlaayo laakiin iminka hadda anaga indhaha aanan ku arkeynin sida cadaabul qabri naimul qabri su'aalul malakeen fil qabri janna iyo naar iyo waxyaalaha la xiriira qiyaamada shu'uunteeda waxyaalaha samciyada la yiraahdo wax hadda anaga indhaha aan ku arkeyna ma laakiin nusuusti baan ka maqleynaa waxaana waajib ah inaan rumeyno sida ay nusuusta aan ugu maqalnay inaan u rumeyno waxyaalahana marka waa laga hadli doonaa tayib nambarka afarad wa bayanu kutubihi hakada kitabul adab kitabul akhlaq kitabul ru'ya kitabul zuhd kitabul adkar wal ad'iyati wal istighfar kitabul fitan wa alamatus sa'a wa alamatis sa'a kitabul fitani wa alamatis sa'a kitabul qiyamah wal jannati wan nar فعدة هذه الكتب 30 وايو كتب تان هذا لصو شيغي تيرادود هذا صو حسابي صدن كتاب بين قنايا صدن كتاب كل كتاب منها تشد له الرحال كتاب والبا صدن كان كميدا اقلو ايا لو خرتايو وا لو خريستايو سفر با لو غلاب ها ساس يا هان جفيا ها نسأل الله أن تكون خالصة لوجه الكريم إلهي وحن ويدسانينا إني نوعها تمد أو إلهي وجهك سكريم كالله صافي قريي وقد رتبت وان رتبيوي قسم العبادات والمعاملات معاملاتك إيو عباداتك لبضو ضقيب على الأبواب أيان كن رتبي بابب أبواب الفقهية فقه قالوا نسبي لأنه ترتيب كاس الكثير ويسيد بضن كثير كو المألوف أو لبرتيو لبضا قيبو هوري عباداتك إيو معاملاتك سيدا أبواب فقه أيهين بان أترتيبي يوما مثلا عباده كلمكو كهد لاي كتاب الطهارة أي صهر مرينايا انتو صن صلاه ده كهدلن طهارتي سو هرمرينايا طهارتي مركو كسو حدل كديب صلاه دي كهدلايا نظام كعادي او كتب تفقهه اد غرانيسان اي او قورن يهن باي او قورن يهن قيبتا عباداتك يا قيبتا معاملاتك بيع ما هي لسده سي او دعان با انت بدن سده سانه مألوف اهو ولانه حدانه ترتيبك او فاواي مد او فين بدن وأسرع واي من دقدق بلا في شفاء الغليل أنك داوينتي صديقي أنك داوينتي صديقي يعني كل دقدق بلا وحدنا أوفين بلا
أريجا لكي أشفي به غليلي بان صامرني أونكي تي عمله ها في شفاء الغليلي أونكا داوينتي صديح دينا كدك دك بدن وكو أوفين بان وفك علم الحديث بو أومن أونكي سو حاكا داوين آيو ترتيب تاسمكي وحلوصة ما يوكا من كل موضوع موضوع كل اللي حقينا اللي قد أبيه موضوعه يريده موضوع الطالب وقفك طالب العلم قاوضون عيوه صار صوت كلام فيها يعني. ها هذا أبو فقيه تهاي أو مسألة فقهية حديث قال له احتمالي إن هذا الشهر هذا دربته تاج كإن قصة صارته ويكون سهلا تهاي أبوابتي أديك أدقراني سيئو فقهي قاهد أبواب تصلت هذا صوب أحسن إيسا حديث قال كاسد كبارنا إيسا صار صوت كلام واكو وقد ابتدأت أن أقواب باللاوي هو كتاب تاريخ ذا كتاب كقرال كيساو باللاوي بوشاقاي مستعينا حال أن أقو كالما الدلبايو بالله إلهي قبدي سنة كالما الدلبايو في رجب رجب لحدي أيام باللاوي رجب كو الفردي وكليقا سنة 41 و300 بعد الألف واحد سنة كا سدح بقول أفرتن إيو كو كن كذب كن سدح بقول أفرتن إيو كو سنة كا سام بلاب من هجرة المصطفى حال أي كا هذه سنة كوا نبي عليه الصلاة والسلام هجرة دي سيو تاريخ هجرة جمرك وها كن سدح بقول أفرتن إيو كو دي أيام بلاوي بوليه كتاب كان قرآن كيس وليبا بشا رجب رجب الفرد بولاهاي رجب الفرد محورها في رجب الفرد بمعنى الذي انفرد عن بقية الأشهر الحرم رجب كوحو ككلي نقضي أشهر الحرم تا كلي يو ككلي نقضي بلها أشهر الحرم كالسكوير هذا وأفر بلوت سدح بلوت كم إذا ويحريران هل بلنا وكلي سدح بلوت حريران وحويان ذو القعدة سيدتال يذو الحجة بشا عرفضة إيو محرم سيدح ذا ويف حريرا رجب نكيلي سا قاها ساسو مرك رجب الفرد أمها يا معنايا وحويان واحد فرد وثلاث سرد باليرا هل وكيلي سيدح ذا ويف حريرا مرك متك كيلي أهوى رجب ها متك كيلي أهوى رجب طيب بشا سمرك رجب ليرا ذو أيام بالله ويوير كتابك قرالكيس وأتممت كتابك وان دمستري بتوفيق الله تعالى إلهي وافجنتي سان كل دمستري في صبيحة الاثنين اثنين صبح إذا دحذي يان دمستري اثنينكو المبارك لبركيي اثنينكو الخامس والعشرين شن إلى واتنات اثنينكو من ذي الحجة كأهاضي بش ذي الحجة ليرة سنة 47 و300 بعد الألف ألف والهجري سنة كا كن يعني سدح بقول أفرطن إيو تضوء كن بعدك بلو حوها كن سدح بقول أفرطن إيو كودي كن سدح بقول أفرطن إيو تضوء دينا وارنا مستري تاسمرك معنى هذا وحويا تضوء صنو أيو كتابك قرأي مطنقة شرحان أو صارين تضوء صنو القرأي بس لا أسيق الشيخ شرح أن أسيق إسكال سيدنا رؤو الشيخ مركا أفر إيو طبان صنو أيو كتاب كان كسو بحي أسيق إيو شرح حيسان أو لصعدو غاية المأمول ألغم قعابا شرح أن يرو لصعدو طيب ها تاريخ ده مركا أسيق أبان نور الشيخ شيخ مركا الدرين كي سواسي دي كتاب كان مركو قري وإلهي أطامي إلي كدي وحيالها عجيب كا مركا سيدا اوهوس بكت المامايو كتابك مروى البوح وكسو عناي تيرادا او وطرق اللوية قانا ايو كسو عناي او سندك او بلاوين اي وطرق ابا كمو قانا سندك او نمادين سيدا سوكالي ما اركيسا ولا اقول انيقا مردها يو في عملي عمل كي قدحدي هذا كان عمل اني انيقا وفيت وان اوفيي بالمراد وجيت كايان اوفيي مدهاي وجيددي لغا لها كتاب بقول كي بقول وان كو غوليست انيغا مدهاي ودها
ولغا يابا مرادك إن أوفيه لكن أنا ما دها يا أرنتا أيضا ولا أقول أنا ما دها في عملي عملك دحدي كبه ما يو هذا كان إني أنا وفيت بالمراد وجدد وان أوفيه له ما سيدي الربي كتابك وكسو بحي 100% ساس أنا له ما ولكني أنا أجهدت نفسي نفس ديوان ببي على قدر طاقتي أود إذا قدر كيدان نفس الدين اللي بيم يعني وان دا علي أنت كران كي جاء وان دا علي يور ولكن أجهدت نفسي نفس الدين اللي بان دبي على قدر طاقتي لعلي مرك وحال غيا وافق إن وافق يا الصواب الصدى توصل واد دا علي إن الصواب كي وافق وصورة قل إن يوحي قل دمان وصورة قل وانا الصدى صو وحيال بضن اللغوها يستوي جيران meelaha qaar oo lagu haysto ahadiista qaar iyo waana baraarujineyna fa in asabtu hadan asibo hu sawaabka hadan asibo fadaaka kasma ay ladigi weeyaan aradtu aniga aan doonay warajawtu aniga aan rajeeyay fa in asabtu sawaabka hadan asibo fadaaka kasma ay ladigi waan aradtu aniga aan doonay warajawtu aniga aan rajeeyay وإلا هدان صوابك أسيبينه أي وحيك قل دمان دي فما أنا أنيق مئه إلا إنسان إنسان ما هنه شأنه إنسان كشأن جيسان أويهي الخبأ قف إيه والنسيان وهالماء قفك مهما بلغ علمه وحوي أن خلذات مكقال نقنع ما أركيسا كلك أنيق إنسان بان أهي إنسان كشأن جيسان خطأ إيه النسيان وهيان marka waa la saxaya wixii iga qaldamo saas waayo ujeedka macna macsuum maaha wa inni aniga ha adraa ila allahi taala ilah baan u tadarrucaya an yaksuwa ilahay inuu hubiyo hu kitaabka thawaab al ikhlas ikhlas ka thawaabkiisa inuu ilahay hubiyo oo uu marasheeyo taasan ilahay oo u tadarrucaya wa an yujammila ilahay inuu qurxiyo هو كتابك بحلة القبول أقبلت باللد هذا إنه كقرحية قبولك باللدس إنه إلهي كقرحية كتاب وأنا هنا إخلاص إنه إلهي هو أرزقه كتاب كان قبول إنه إلهي السيو أي أمد وأقرستا أي كفى إذا استا عباداتك ذي ومعاملاتك ذي أي مرجع كدكتا فهو إلهي سبحانه وتعالى خير مسؤول ويمد لسؤالنا كان أقول خير كبضان وأكرم مأمول ويمد لي ذي لي مد كأقول كرامة بضان وي إلهي سبحانه وتعالى وقد أسميته كتاب كوام مقعابي التاج أي أنكو مقعابي تاج ها تاج كو الجامعة كلمية للأصول كلمية في أحاديث الرسول رسولك عليه الصلاة والسلام أحاديث تضحلين ككل مييوة ماركيسا واتاج الصوشي أي جمعي ماركيسا أسأله تعالى إلهي وحن سؤالا يا أن يجعل إلهي هو كتابك فألا إنه إلهيك يلو سادال فألي ذو حسنا وناتسا على البلاد وغيره ما دام مقع ونكسن كتابك لسيه سادال ونكسن إنه إلهي بلاد وغوية لكتابك وأن ينفع إلهي إنه أنفع به كتابك العبادة الدومة إنه إلهي كو أنفع تاني إلهي والسؤال أي أي الدومة كتابك عبادة ذو ذي أيكوها جاجستا معاملاتك ذي أيكوها جاجستا أي إلهي أقول نبالان يكفى إذيستا إنه إلهي سميع وإلهي إلهي مد مقلاي بريضة مجيب وإلهي إلهي مد أجيبا يا هدنه بريضة إيوه إلا ويدستين أجيبا يوه قال له هذا الكان وحايري منصور علي ناصر الحسيني أي هذا الكايري مؤلف كما قيس هو منصور علي ناصر الحسيني وأنين شريف وليب حسيني أهوى حسيني بن علي بن أبي طالب أيو أبتركي سقالايا وأهل بيتك رسولك عليه الصلاة والسلام كتاب الإسلام والإيمان وبالله التوفيق.